حملة تنظيف موسعة في شوارع تونس الكبرى للتصدي لتجارة الموازية والانتصاب العشوائي والمظاهر المخلة بنظافة العاصمة. ولاية الجمهورية التي تشهد توافد عدد من السياح تعيش على وقع المهرجانات، ومهرجان جربة جرجيس يعود بعد سنتين من الغياب. رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بزيارة وزير الخارجية المصري في أول زيارة منذ 2007. نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم. وصلت صباح اليوم بلدية تونس حملتها ضد الانتصاب الفوضوي والعشوائي في شوارع وأنهج تونس الكبرى، حملة تم خلالها تحرير عدد من المحاضر الهدف منها التصدي لتجارة الموازية ومظاهر الانتصاب الفوضوي. شنت مصالح الشرطة البلدية صباح اليوم حملة على مستوى تونس الكبرى للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي وكل المظاهر المخلة بالأمن العام وصحة المواطن، وتأتي هذه الحملة في إطار مكافحة الاقتصاد الموازي والحد منه. الحملة هذه معناها تدخل في نطاق معناها العمل اليومي متاعنا، اللي هو معناها رفع المخالفات والتصدي معناها لظاهرة الانتصاب الفوضوي اللي اكتسح معناها الرصيف والطرقات والشوارع المدن، وقاعدين جوست نطبقوا احنا في معناها القانون والقرارات الترتيبية اللي يتخذوها رؤساء البلديات ولا رؤساء النيابات الخصوصية في منع الانتصاب بالشوارع والأنهج، وفيما عدا الحالات اللي تم الترخيص فيها. عدد المحاضر ومحاضر الحجز تعد بالآلاف، ومع ذلك فقد أكد رئيس فرقة الشرطة البلدية أن هذه الأرقام تعتبر منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن إمكانية القضاء على هذه الظاهرة ممكنة في صورة تزويدهم بالعتاد والعباد. وصلت في سنة 2015 حسب الأحصائيات معناها اللي موثقة عنا معناها على مستوى إدارة الشرطة البلدية تقريبا بين 70 و 75 ألف عملية حجز على المستوى الوطني، وما يقارب بين 40 ألف و 45 ألف محضر مخالفة صحية من جميع الأصناف، صنف 1 صنف 2 صنف 3 اللي متمثلة معناها في مخالفات مالية وخطايا مالية من فئة 20 دينار إلى 40 دينار إلى 60 دينار. كذلك رفع ما يقارب في سنة 2015 4000 حتى 5000 محضر مخالفة اقتصادية. عملية يومية للحد من الانتصاب الفوضوي تقوم بها مصالح الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تغذي الاقتصاد الموازي الذي أثر بنسب قوية في الاقتصاد الوطني. تعقد اليوم الهيئة الوطنية للمحامين جلستها العامة الانتخابية الاعتيادية لسنة 15 و 2016 و 2000 لاختيار العميد الجديد وأعضاء مجلس الهيئة للفترة النيابية 16 و 2019 و 2000، وترشح لخطة العمادة للفترة النيابية القادمة لخلافة العميد محمد الفاضل محفوظ. وفق ما نشرته الهيئة على موقعها الرسمي على الإنترنت، ترشح 5 محامين هم الحنيف الفريدي وعامر المحرزي وابراهيم بودر بالا وعماد بالشيخ العربي وابو بكر بالثابت. مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام يحلو الاستجمام والاستمتاع بالبحر. في بداية هذا الشهر تم تسجيل تحسن ملحوظ للقطاع السياحي وتحديدا في مدينة ياسمين الحمامات، من حيث تطور عدد الوافدين من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات واستعادة الوحدات الفندقية المغلقة لنشاطها. عرف المشهد السياحي بياسمين الحمامات موفى شهر رجوان المنقذ عجزا على مستوى الليالي المقضاة وعدد الوافدين ونسبة الإشغال التي لم تتجاوز 23%، إضافة إلى تقهقر الأسواق الكلاسيكية الأوروبية. لكن الوضعية بدأت تتماثل نحو الانفراج مع بداية شهر جويليا، ليسجل القطاع تطورا ملحوظا على كل المستويات. بعد العيد توا لاحظنا اللي معناها بدا يتكثر عدد الوافدين للنزل، وبطبيعه فما السياحه الداخليه التوانسه كما كل عاده في النزل نتاعنا معناها اللي يجوا بحذنا كل عام، والاشقاء الجزائريين كما متعودين كل سنه معناها يجوا بحذنا في الفندق نتاعنا. وبالنسبه للسياح الاجانب بدات تتحرك شويه الحق، فهمت، فما نقولوا احنا السواح الروسيين موجودين وبعض السواح الالمان. انا هنا وقد سبق لي أن زرت المكان في نوفمبر، وكنت متأكدا بأني سأعود مرة أخرى،
بالنسبة لي المكان رائع والناس هنا مضيافون والنزل مميز للغاية. خبراء الميدان أكدوا على هذا التحسن الجلي، فبدت المؤشرات والانتظارات مشجعة جدا، وليس أدل على ذلك من استعادة 14 وحدة فندقية نشاطها من بين 17 وحدة بعد أحداث سوسة. كان هناك حوالي 17 نزل مغلق، اليوم جل النزل عودة فتحة أبواب، هذا أيضا مؤشر إيجابي. وثلاثة أيضا كنا ننتظر أنه بعد شهر رمضان سيكون ثم إقبال كبير، عدد السواح كسوة تونس أو الجزائريين. وما ننساش كونوا عام ناول 2015 كانت أيضا سنة صعبة، لكن والحمد لله بالسوق المحلية والسوق الجزائري بدأت القدرة على تجاوز هالأزمة هذية. اللي عودنا حلينا الوحدة هذية والحمد لله المؤشرات كلها إيجابية، عدد الحرفاء اللي جاوا بحذنا في تكاثر، المنظومة الأمنية والحمد لله عونتنا برشا، المحيط تحسن بصفة كبيرة. ويشار إلى أن القطاع السياحي بالحمامات يمثل 1000 مليون دينار من حجم الاستثمارات، ويوفر 10% من مداخيل العملة الصعبة، ويوفر أيضا 23,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر. الصيف هو فصل المهرجانات أيضا، وبعد عامين يعود مهرجان جرب أوليس الدولي في دورته الأربعين. هيئة المهرجان عقدت ندوة صحفية كشفت فيها تفاصيل برمجة هذه الدورة. مهرجان جرب أوليس الدولي يعود بعد انقطاع لعامين في دورته الأربعين ببرمجة ثرية سيؤسسها مجموعة من الفنانين التونسيين والعرب. برنامج الدورة تم الإعلان عنه رسميا في ندوة صحفية لهيئة المهرجان بجرب، وعنصر المفاجأة قائم في هذه الدورة. بالنسبة لنا الدورة هذه حبينا تكون دورة تحدي، حبينا نعطوا قيمة للمهرجان هذا ببرمجة عروض فرجوية إن شاء الله تكون تستجيب لأذواق وطلبات جمهورنا في جزيرة جربة والجنوب الشرقي. فما باش يكون إن شاء الله في الحضور إن شاء الله معنا باش يأثر في سهرات جملة من النجوم العرب والتوانسة. الناس كل تستنى بعد تشوف أنت الجو العام متاع البلاد وجربة بلو بريسيزيمون. تجي في الصيف الناس تبدأ تستنى جاية من بعيد، أباغ العروسات وكل شيء يحبوا ملتقيات ثقافية يحبوا غناء، هو كلمة مهرجان يتلم العباد. أعضاء هيئة المهرجان اعتبروا عودة هذه التظاهرة الفنية بدورة التحدي إيمانا منهم بضرورة مواصلة تنظيم هذا المهرجان العريق بالجزيرة رغم كل صعوبات، والتركيز على الأمور الأمنية كانت من أولوياتهم في هذه الدورة. عملنا زيارة ميدانية للمسرح، شفنا ليزاكسي امبورتون، قررنا باش نعملوا احنا على ميزانية المهرجان اون فانستالي لي كاميرا دو سيرفايونس، معناها الكاميرا دو سيرفايونس باش يكونوا موجودين. وزدنا مع هذا تعاقدنا مع شركة مختصة باش تجيب لنا العدد الكافي نتاع عوان الحراسة. الدورة الأربعون لمهرجان جرب أوليس الدولي ستنطلق يوم 22 من جويلية الجارية وتختتم يوم 15 من أوت القادم. ستسبقها عملية التعريف ببرنامج المهرجان، حيث تم تنظيم قافلة ستجوب المدن بالإضافة إلى تقديم عروض فرجوية وكرنفال في الساحة بعدد من المدن. هذا وتعول هيئة المهرجان على الحضور المكثف للجمهور، خاصة مع مراعاتها لمختلف الأذواق الفنية. وللحناء أيضا مهرجان. مساء أمس انطلقت الدورة 32 لهذا المهرجان في شنني. الدورة تتواصل فعالياتها حتى 15 من الشهر الجاري. روانا حلوانا كركينة. بعرض فرجوي يحمل عنوان ليلة النجمة انطلقت بشنني فعاليات الدورة 32 لمهرجان الحناء التي تتميز بتنوع عروضها الثقافية. فيها الغناء البدوي، فيها الفرق الفولكلورية، فيها الشعر الشعبي، فيها كل الأنماط الشعبية القديمة.
هذا جزء من تاريخنا، لابد أن نحيوه ونعرف أولادنا به. عرض جسم عادات وتقاليد أبناء هذه المنطقة في الأعراس والمكان التي تحتلها نبتة الحناء بشنني. قبل ما نعرسوا كان بعد ما نحشوا حنتنا وبعد ما نخرطوا حنتنا، يعني نحاولوا إن شاء الله نرجعوا لها ونثمنوا قيمة النبتة هذه بجهتنا. الجمهور الذي واكب هذا العرض أعجب باللوحات الفرجوية التي تم تقديمها، وبعض النساء تحدثنا عن منافع الحنة. الحنة القبسية توا ولو يستعملوا فيها يعملوا فيها حتى في البسيسة، فيها فائدة كبيرة حتى في البسيسة، صدقني من أعز دواء. مهرجان متاع شنني ومهرجان الحنة سمح برش ويعجبني ياس، كل عام ديما نجي وديما نتفرج عليه. مهرجان الحناء بشنني يتواصل إلى 16 من جويلية، ويهدف فيما يهدف إليه إلى المحافظة على الحناء. في أخبار العالم، يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عددا من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية. ووفق الخارجية المصرية، فإن لقاء شكري برئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من الساسة الإسرائيليين تأتي بعد زيارة قام بها مؤخرا إلى رام الله، حيث كانت له مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار الساسة الفلسطينيين. هذا وقد رحب نتنياهو بهذه الزيارة قائلا إنه سيلتقي وزير الخارجية المصري مرتين ظهر ومساء اليوم في هذه الزيارة الأولى منذ سنة 2007. في العراق، استعادت القوات الحكومية والسيطرة على قاعدة جوية تخطط لاستخدامها كنقطة انطلاق للهجوم على مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في معقلهم في مدينة الموصل. ووفق مصادر أمنية في قيادة عملية نينوى، فإن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم القاعدة الجوية دون مواجهة مدعوما بقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد وصف عدد من الضباط هذه الخطوة العسكرية بالتقدم الاستراتيجي، كما أعلن الجيش العراقي مقتل أكثر من 60 من العناصر الإرهابية لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 29 عنصراً على الأقل من الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة قتلوا خلال مواجهات مع قوات الجيش السوري وجراء انفجار ألغام زرعتها لعرقلة تقدم مقاتلي الفصائل إلى طريق الكاستيلو. وأوضح المرصد أن الفصائل شنت الهجوم في محاولة لإعادة فتح طريق الكاستيلو الذي يمثل المنفذ الوحيد إلى الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في حلب. وسط دعوات رسمية لنبذ العنف والتضامن أكثر والوحدة بين الأمريكيين، تواصلت الاحتجاجات في عدد من المدن الأمريكية بعد مقتل رجلين من أصول إفريقية على يد رجال الشرطة رغم محاولات احتوائها. امتدت رقعة الاحتجاجات المنددة بالعنف الذي تمارسه الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود لتبلغ عدة مدن أمريكية، وذلك بعد مقتل رجلين من السود في لويزيانا ومينيسوتا. الآلاف تظاهروا في أتلانتا وأغلقوا الطريق السريع المؤدي إلى الولاية، في حين خرج المئات في مدن جورجيا وهيوستن بتكساس وسان فرانسيسكو في كاليفورنيا وفينيكس بأريزونا وحتى أمام البيت الأبيض في واشنطن، بينما توصلت المظاهرات لثلاث ليال متتالية في نيويورك. احتجاجات لم تخلو من صدامات مع الشرطة الأمريكية التي ردت بإطلاق قنابل الغاز واعتقلت عددا من المحتجين. في الأثناء، أعادت شرطة دالاس فتح شوارع المؤدية إلى مقرها المركزي بعد إغلاقه لتلقيها تهديدات قامت على إثرها بتمشيط المباني المحيطة بالمقر وتشديد إجراءاتها الأمنية في المدينة. وأمام موجة الاحتجاجات هذه، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قرر اختصار زيارته إلى أوروبا للتوجه إلى دالاس اليوم، دعا المواطنين الأمريكيين إلى التضامن أكثر في مواجهة العنف، معتبرا أن قاتل عناصر الشرطة لا يمثل الأمريكيين السود ولا الروح التي يتحلون بها. وبدوره أكد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي على الوحدة بين الأمريكيين في المحن في إطار المساعي لاحتواء النزعة العنصرية في البلاد، مخافة تطور أعمال العنف هذه إلى الأسوأ. في أخبار الرياضة، يحتضن ملعب فرنسا مساء اليوم المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بين صاحب الضيافة المنتخب الفرنسي ومنتخب البرتغال الذي يبلغ نهائي المسابقة لأول مرة منذ 2000.
مع اختلاف الزمان والمكان وكذلك المنافس وبذكريات مؤلمة تعود لـ 12 سنة خلت عندما استضاف على أرضه كأس الأمم التي ابتسم خلالها الحظ لمنتخب اليونان، يخوض منتخب البرتغال مساء اليوم أول نهائي بعد نكسة لشبونة والثاني نهائي في مشاركته القارية، والذي سيكون أمام مستضيف نسخة عام 16 و2000 للمنتخب الفرنسي. فبعد مسيرة شبه متواضعة منذ الأدوار الأولى لا تختلف عن مشقة مسيرة التصفيات، وجد زملاء رونالدو أنفسهم في النهائي إثر 5 تعادلات في 90 دقيقة باستثناء تعادل ب3 أهداف لـ3 مع المجر وفوز وحيد على كرواتيا في الوقت الإضافي. وربما كانت براغماتية المدرب سانتوس قادته للمباراة النهائية على غرار المنهاج الذي اعتمده مع منتخب اليونان في النسخة الفارطة من اليورو وكذلك مونديال البرازيل الأخير، غير أن منتخب البرتغال منح سانتوس قدرا أكبر من المواهب ليكون المجال أوسع مع توفر كل من بيبي وكارفايو ولويس ناني. وبأمل كبير يحدو تريكولور في إضافة لقب ثالث إلى سجله القاري، يسعى المنتخب الفرنسي صاحب الضيافة إلى تأكيد تألقه وتفنيد كل الشائعات القائلة بأن مصير لقب اليورو محسوم سلفا حتى قبل انطلاق المنافسات. فالمدرب ديدي ديشان توفق في رسم توليفة متناغمة رغم البداية المتواضعة ليجد المعادلة التي وضعته في المباراة النهائية إثر الإطاحة بالماكينات الألمانية ومنتخبها المانشاف في مباراة صعبة، أثبت خلالها تريكولور أن بلوغ القمة لم يكن وليد الصدفة أو على حساب منتخبات الصف الثاني، بل كان من خلال الإطاحة ببطل العالم، وذلك اعتمادا على القناص غريزمان وكتيبة من اللاعبين تمكنت من فك شفرة أعتى دفاعات منتخبات القارة العجوز وتسعى بالتالي إلى تحقيق الفوز 19 أمام البرتغال وإعادة سيناريو نصف نهائي مونديال ألمانيا. إلى نوع آخر من الرياضة وهي مسابقات الثيران السنوية في إسبانيا، نوع خاص من الرياضة غالبا ما تكون نهايته مأساوية وتنتهي بموت فظيع للمتصارع. فقد قتل أمس في إسبانيا مصارع إسباني وتعرض آخران للنطح في حدثين منفصلين. وقد ذكرت السلطات المحلية في مدريد أن الشاب القتيل في اليوم الثالث للمهرجان يبلغ من العمر 28 عاما، وكانت شوارع إسبانيا قد شهدت تظاهرات شعاراتها بلون الدم ضد هذه النوعية من المهرجانات التي تنتهي بقتل الثيران وتعذيبهم. وفي الختام إليكم تذكيرنا بالعناوين: حملة تنظيف موسعة في شوارع تونس الكبرى للتصدي لتجارة الموازية والانتصاب العشوائي والمظاهر المخلة بنظافة العاصمة. ولاية الجمهورية التي تشهد توافد عدد من السياح تعيش على وقع المهرجانات، ومهرجان جربة جرجيس يعود بعد سنتين من الغياب. رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بزيارة وزير الخارجية المصري في أول زيارة منذ 2007. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.